بس النهارده كمان عايزه اتكلم على موضوع التغييرات اللي كابتن موسيماني او كوتش موسيماني بيعملها وبتحسم اللقاءات وبتؤثر اكيد في النتيجه بالتالي. هو لسه بيستكشف بعض اللاعبين وبيدي لعيبه كتير من الفرص. هو مقتنع ان هم لعيبه كويسه بس برضو يعني فرص كتيره، وبعدين محتاج برضو اصابات حصلت كتيره. كان لها ايمن هو مؤثر جدا، علي معلول، محمود وحيد، في وليد سليمان، وفي محمود متولي. ايه ده؟ دي عناصر عمود فقري لاي فرقه في العالم. اثنين من دول بس لما يكون ايمن اشرف وعلي معلول، دول اثنين نص فرقه صحيح في الجانب الدفاعي وفي الجانب الهجومي. النهارده من ما اقولش السلبيات ده اقول الايجابيات، امبارح صلاح محسن هي طبعا هتحتاجه جدا في الماتش اللي جاي، كانت تغييره دي على دكه البدلاء، خفيف سريع ممكن جدا يفيدك الشوط الثاني من خلال ملعب الترتان. هيبقى فيه كلام بالنسبه له. رجوع مروان صح، محمد شريف ابتدى ياخد ثقه وابتدى يلعب بروح النادي الاهلي. صحيح. عارف حته اللي بيسميها الغل. ايوه بيلعب بقوه وبحماس وعمل جهد غير طبيعي. 45 دقيقه كان يجري في مساحه ومجهود دوت هو اللي جاب ضربه الجزاء يا كابتن. يعني الكره مش بتاعته، بيعافر كره وبيروح طبعا مع الراجل السنتر باك هو راح معديه. صح. برضه الشوط الاولاني حتى الماتش اللي فات، الماتش اللي قبل ده لا احرز فيه. ما هو جاب جون اول ما نزل في مباراه فيتا كلوب. شوف كان واقف برضه في الحته اللي هي اجاييه راح وجاب في العارضه ورجعته. صحيح صحيح. فدايما وحتى امبارح برضه في ماتش الشوط الاولاني كان في كور مش بتاعته، تبص تلاقيه عنده الحركه اللي فيها مرونه، تحس ان هو في لحظه تبص ليه بقى قدام المدافع واخدها. صحيح. وسجل. فدي عملها برضو في ضربه الجزاء. صحيح. وما خافش وما جشش رجليه، لا داخل واخدها عشان يروح. محتاج ان هو يبقى موجود لانه برضو من النوع السريع والخفيف اللي ممكن يفيدك. ماتش الاسماعيلي زي ما قال الكابتن سيد، انا معاه في مليون في الميه، ده ماتش احنا بننسى الشوط الاولاني لكن دايما تغييرات بتبقى مؤثره جدا الشوط الثاني من يوم الراجل ما جه. وبقول برضو بعيد واكرر، الراجل لسه بيستكشف بعض اللاعبين، ودايما كان بيتعامل مع لعيبه سواء من اوروبا او من جنوب افريقيا. اللاعب المصري في بعض اللاعبين احيانا نتيجه الارهاق وكده تبص تلاقي ما بيديكيش الدرجه اللي انت محتاجاها. في ظل الارهاق اللي احنا فيه، سفر ولعب سفر ولعب، الى جانب احنا في ماتشات اللي احنا تعادلناها مش عايزين نكرر عمليه التحكيم ولا في كل ماتش ليك ضربتين جزاء، في ماتشات تانية ثلاث ضربات جزاء، الفار حتى ما بيستدعيش الحكم. حتى الماتشات اللي هو ما خسرش غير ماتش واحد مع بايرن ميونخ وسيمبا هنا لما نقول بقى سيمبا هناك سيهان. هل من العدل يبقى فيه ما يبقاش فيه لعب اللي هو الفير بلاي او اللعب النظيف؟ انت ازاي تلعبني بدرجه حراره 40 و45؟ فين الاتحاد الافريقي؟ الاتحاد الاوروبي بيعمل ايه؟ كل الماتشات الساعه 10 بالليل. ده اللي كنا بنتكلم فيه يا كابتن. نعم. الجو بره هنا في اوروبا الساعه 10 يعني توقيتهم مثلا يبقى ايه؟ 9. شوف الجو هناك عامل ازاي؟ انت ازاي الاتحاد الافريقي يسيب العب في ملعب زي تسيمبا ده؟ ازاي ده غيط مش ملعب. لكن قبليه كمان في سنديب النيجر ده كان ملعب كان ملعب صعب جدا. ده دي سلامه اللعيب. انا لما يكون عندي قوام لعيبه بكذا مليون يعدي كام مليون وانزل في ملعب زي ده واثنين ثلاثه يجيلهم صليب ولا يتعوروا مع حكم الله اعلم، متفائل قوي بقدوم الرئيس سان داونز دكتور باتريس ان هو جاي رئيس للاتحاد الافريقي. اعتقد انه راجل مش جاي يتكسب ولا جاي جامل، والمساعدين اللي شغالين معاه، فيبقى فيه اصلاح كامل، يبقى فيه منظومه. انت ما عندكش ملعب مضاء تشتركش. بس كابتن عادل هيقول لك دي بلد ودي ظروف البلد وده حال البلد وحال الملاعب بشكل عام هناك، في ناس هترد وتقول كده. ما يشتركش بقى في البطولات الكبيره يعني. كابتن هاني عارف في المانيا النادي اللي مش حاطط الميزانيه بتاعته في البنك
ما يلعبش الدوري. مظبوط هو ما عندوش بنيه اساسيه او الاستاد مش مؤهل. وبعدين المفروض في لجنه مراقبه، نعرف انه من الاتحاد بتطلع لجنه يعني المفروض بتطلع تشوف الملاعب اللي هيتلعب عليها دوري ابطال افريقيا كل الملاعب يعني. فالمفروض هنا فعلا الاتحاد الافريقي هو من له قرار. لو بيلعب في ملعب زي ده تبقى امنا ان هو يسافر؟ اخاف عليه؟ مش تخافي عليه؟ اكيد الشعب كله خايف على لعيبه النادي الاهلي ولعيبه الزمالك ولعيبه بيراميدز. ازاي انا اروح العب في ملعب 45 درجه ورطوبه وبعدين يروح حطك في فندق بعيد عن الملعب ساعه وساعة زي الماتش بتاع تسيب؟ ما احنا لسه كنا بنقول كده قبل الفاصل، وانت هنا ما بتعملوش المعامله دي. لا انت بتلعبه في احسن جو وبتقعده في احسن اوتيل صح؟ وبعدين شوف انت بتلعبي الساعه 9 ملعب نجيله فخيره والنجيله فندق 7 نجوم، الاتوبيس وكل حاجه متوفره، الاكل على اعلى مستوى، تنقلات كل حاجه على اعلى مستوى. انا روح تروح واخدني الساعه 3 والساعه 2 تلاعبني في الجو ده؟ الاتحاد الافريقي لازم يبقى فيه وقفه. النادي اللي ما عندوش البنيه التحتيه من مدرج مؤمن من اضاءه، افريقيا اللي كلها درجه حراره عاليه جدا يلعبوا بالنهار الا اذا كان في حاجه ما هياش ما لهاش علاقه بالرياضه. ده في ارواح بني ادمين وفي لعيبه مصروف عليها ملايين وتيجي تلعبني بالنهار. وبعدين لجنه التحكيم، لجنه الحكام، شفنا لجنه الحكام قد ايه يعني. لما جه الاخ الموجود كان موجود ومشي وقف 12 حكم. لجنه الحكام عليها علامه استفهام واضحه. احنا شفنا الماتش اللي فات الراجل اعتذر رضوان جيد. لو انا وانت يا كابتن هاني بنحكم المباراه ديت وانا شفت بعد الماتش ان انا النادي الاهلي انا ظلمته في الكلام وانا قاضي، اعتذر ولا اكتب في تقريري؟ اكتب في تقريري.